بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابنا الأفاضل، طالباتنا الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنحن نلتقي هنا ضمن المحاضرة الثانية من محاضرات هذا المقرر الهام، ألا وهو مقرر الإدارة الاستراتيجية. ها نحن نلتقي مجددا ضمن هذا المقرر في المحاضرة الثانية، وهذه المحاضرة ستكون مخصصة في المفاهيم الأساسية للإدارة الاستراتيجية، بحيث نتعرف من خلالها على طبيعة الإدارة الاستراتيجية من جهة، وكذلك نلقي نظرة عامة، نظرة شمولية على مختلف عمليات الإدارة الاستراتيجية ومختلف الخطوات التي سنتناولها فيما بعد عبر مختلف محاضرات هذا المقرر. في نهاية هذه المحاضرة سيكون للطالب نظرة شمولية والتي تجعله على معرفة أولية بهذا المقرر. إذن يمكن أن نقول أن لهذه المحاضرة جملة من الأهداف: أولا، تعريف الطالب بمفهوم الإدارة الاستراتيجية وكذلك المفاهيم الأساسية المرتبطة بالإدارة الاستراتيجية، وسنتناول مفهوم الاستراتيجية بحد ذاتها ومفهوم الإدارة الاستراتيجية، مفهوم الميزة التنافسية، مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وأيضا القرارات الاستراتيجية. كذلك نحن نستهدف على أن يدرك الطالب علاقة استراتيجية بمفهوم الميزة التنافسية، حيث سنكتشف وإياكم بأنها تأتي في مركز اهتمام الاستراتيجية لأنها هدف الأهداف. كذلك إبراز المستويات المختلفة للإدارة الاستراتيجية، سواء بما يتعلق بمستوى المنظمة ككل أو بمستوى وحدات إدارة الأعمال أو المستوى الوظيفي. أيضا سنستهدف إعطاء نظرة عامة وأولية عن إطار الإدارة الاستراتيجية وعناصرها المختلفة، كما يكون قادر على أن يكون عنده نظرة شمولية أولية عن عمليات الإدارة الاستراتيجية والإطار العام أو نموذج الإدارة الاستراتيجية بشكل عام. هذه المحاضرة سيتم تقسيمها إلى ثلاث محاور أساسية. المحور الأول سنتحدث فيه على المفاهيم الأساسية في الإدارة الاستراتيجية، والمحور الثاني سنتناول فيه مستويات الإدارة الاستراتيجية، والمحور الثالث سنتحدث فيه عن عمليات الإدارة الاستراتيجية. الكل يعرف أننا نعيش الآن عصر العولمة، وأن عصر العولمة الذي يميز بيئة منظمات الأعمال الراهنة يطرح العديد من التحديات أمام منظمات الأعمال. هذه التحديات في الحقيقة ترهن النجاح أو فشل هذه المنظمات إلى حد كبير. هنا لا نهمل الجوانب الداخلية، ولكننا نؤكد أن الجوانب البيئية تلعب دورا أساسي ودورا مهم جدا في التأثير على منظمات الأعمال، ومن ثم فهي تشكل محور اهتمام منظمات الأعمال الذي يرتكز اليوم جوهريا على إيجاد السبل الكفيلة بإنجاح المنظمة والوصول بها إلى بر الأمان، لا بل يتعدى ذلك إلى تحقيقها للميزة التنافسية مستدامة في بيئة الأعمال وفي الأسواق التي تشتغل فيها هذه المنظمة. فهذا الهدف المحوري أو الهدف الاستراتيجي المتمثل في إكساب وخلق ميزة تنافسية لدى المنظمة، في الحقيقة لا يمكن تحقيقه في ظل تحديات
بيئة مقدمات الأعمال الراهنة، وفي ظل التقلبات المتسرعة لبيئة الأعمال، وفي ظل ما يعرف بنموذج الإدارة الاستراتيجية أو الإطار. هذا الإطار للإدارة الاستراتيجية من خلال الاستراتيجية التي تعتبر أداة للتعامل مع البيئة في تجنب المنظمة من العديد من المخاطر، وفي السعي إلى اكتسابها مجموعة من الفرص، سعيا منها بالتالي لتحقيق الهدف الاستراتيجي ألا وهو تحقيق الميزة التنافسية. إذا سلمنا بأن استمرارية المنظمات إذن هو رهن بمدى تكيفها وتوائمها مع بيئة الأعمال، لأن كما تعرفون هناك منظمات عرفناها كبيرة جدا، ثم فجأة عصفت بها متغيرات استراتيجية، وفي منظمات كانت إلى حد كبير منظمات مجهرية ربما حديثة جدا، وفجأة استطاعت أن تصبح عملاقة وتحقق الكثير من النجاحات من خلال استغلالها لبيئة الأعمال، أو من خلال تكيفها لاستراتيجيتها واستغلال الفرص بشكل جيد وتجنب المخاطر والتهديدات وتفعيل نقاط القوة لديها. فهنا نقول إذا سلمنا بأن استمرارية المنظمات إنما هي رهن بمدى تكيفها وتوائمها مع بيئة الأعمال من خلال الاستراتيجيات المنتهجة، إذن فإن هذه المحاضرة هي محاولة لأن تبرز من خلالها أهمية الإدارة الاستراتيجية بالنسبة لمنظمات الأعمال وبالنسبة للمنظمات بشكل عام. ولكن منظمات الأعمال على وجه الخصوص، لأن الإدارة الاستراتيجية اليوم لم تعد حكرا على منظمات الأعمال، وأن نسلط الضوء كذلك على المفاهيم المتعلقة بهذه المجالات ومجالات أخرى. في بداية مع المفاهيم الأساسية في الإدارة الاستراتيجية، ومع أول مفهوم ألا وهو مفهوم الاستراتيجية. طبعا كلمة استراتيجية هي في الحقيقة كلمة دخيلة على اللغة العربية، بمعنى أنه تم تعريبها وصارت تتداول بشكل كبير حتى صارت لدى البعض مألوفة جدا. وبطبيعة الحال كما أشرنا هي كلمة يونانية، هذه الكلمة اليونانية استراتيجوس مدلولها يتعلق بإدارة فنون الحرب والمعارك، ولكن بمرور الزمن تم تعميمها أو تعميم استعمالها في مختلف الفنون والتخصصات. طبعا في مجال الإدارة الاستراتيجية وفي مجال إدارة الأعمال وفي مجال الأعمال وبمراجعة الأدبيات المختلفة نجد أن التطبيق الأول لهذه الكلمة أو الاستعمال الدقيق لهذه الكلمة يرجع إلى سنة 1951 مع نيومان الذي تحدث بشكل صريح وواضح عن أهمية الاستراتيجية في تخطيط المشاريع الاقتصادية، ومن ثم توالت الاستعمالات لهذه الكلمة وبدأت تستعمل على نطاق واسع كما نشهده اليوم. وهنا إذا أردنا أن نعرف الاستراتيجية بمعناها الاصطلاحي وليس بمفهومها اللغوي، فإننا نجد لدى المفكرين في مجال الأعمال والمختصين جملة من التعريف، نأخذ من بينها أهم التعريف. مثلا تعريف أنصوف أحد عمالقة الإدارة الاستراتيجية والفكر الإداري، يعرف الاستراتيجية على أنها تصور المنظمة عن العلاقة المتوقعة بينها وبين بيئتها. نلاحظ هنا أن البيئة في صميم اهتمام الاستراتيجية، فهي تعبر عن تصور المنظمة عن العلاقة المتوقعة بينها وبين بيئتها، بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها على المدى البعيد،
والمدى الذي يجب أن تذهب إليه، أما الظما والغايات التي يجب أن تحققها. وقد أكد أنصوف على أن المنظمة لا يمكن أن تسير بهدف بسيط كالربح ووفق مخططات عملياتية ذات مدى أو مدد قصير كالأهداف المالية لسنة أو سنتين، وإنما يجب أن يكون لديها مخطط استراتيجي وخاصة منهجية لتحديد وصيانة استراتيجيتها التي يجب أن تكون أساس هيكليتها التنظيمية. كذلك من ضمن التعريف تعريف بسيط ومختصر، وهو التعريف وهذا التعريف هو تعريف تشاندلر، أيضا أحد المختصين في هذا المجال، أي مجال الإدارة الاستراتيجية. طبعا يعرف أو يعرف الاستراتيجية بأنها تحديد المنظمة لأغراضها وأهدافها الرئيسية وغاياتها على المدى البعيد، وتتبنى أدوار عمل معينة وتخصيص الموارد المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف والغايات. فبالطبيعة الحال الاستراتيجية هي خطة، والخطة دائما قائمة على محورين اثنين أساسيين، وهما الأول أن نحدد الهدف، والمحور الثاني أو الجانب الثاني أن نخصص الموارد والسبل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف. فهكذا الاستراتيجية من خصائصها أنها تطرح أهداف استراتيجية، أي أهداف بعيدة المدى. إذن وعلى هذا الأساس نقول أن الاستراتيجية من جهة هي عملية تحديد الأهداف بعيدة المدى، ومن جهة أخرى تخصيص للموارد الكفيلة لبلوغ هذه الأهداف، أي أهداف المنظمة. طبعا هذا إذا ما تحدثنا عن المنظمة ككل. إذن مما سبق يمكن الإشارة إلى الخصائص التالية للاستراتيجية، ابتداء من الاستراتيجية عمل فكري. فنحن قلنا تصور المنظمة لعلاقتها ما بين بيئتها وأهدافها، ومحاولة معامله ما بين إمكانياتها لتحقيق هذه الأهداف، فهي تصور فكري للمنظمة. وكذلك تؤدي إلى تخصيص الموارد وتوزيع الأدوار والأداء بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنظمة. كما تلزم المنظمة على المدى الطويل، فعندما نقول المدى الطويل هذا لا يعني لا وجود أهداف قصيرة وأهداف تكتيكية، بالعكس الأهداف الطويلة عادة ترتبط بها جملة من الأهداف التكتيكية والأهداف التشغيلية، ولكن استراتيجية تلزم المنظمة على المدى الطويل. كذلك تحدد مجالات نشاط المنظمة الكفيلة بطبيعة الحال التي في حاجة إلى التقويم من جهة، وتحديد نقاط القوة والضعف والكفيلة كذلك أو المعنية بالمواءمة مع البيئة والكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة. تحدد علاقات المنظمة مع بيئتها، وهذا ما أكدنا عليه منذ البداية، وتسعى إلى تحقيق الميزة التنافسية ودعمها، وتستهدف كذلك التوفيق بين تطلعات أصحاب المصلحة، لأن أصحاب المصلحة متعددون ولديهم تطلعات خاصة. إذن عرفنا مفهوم الاستراتيجية، ونمر الآن إلى مفهوم التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي بشكل عام يعرف على أنه ذلك النظام المتكامل الذي يتم من خلاله تحديد رسالة المنظمة في المستقبل وأهدافها والتصرفات اللازمة لتحقيق ذلك، والجهود الموجهة نحو تخصيص الموارد. أي أن التخطيط الاستراتيجي ليس سوى عملية تنبؤ وتوقع لما سيحدث لفترة طويلة الأجل، وتخصيص الموارد والإمكانيات الموجودة
في المنظمة بإطار الزمن الذي تحدده الخطة، قد يكون 10 سنوات أو 15 سنة حسب المدة المحددة في الخطة الاستراتيجية. وعلى هذا الأساس نستنتج بأن نقف على أهمية التخطيط الاستراتيجي والمتمثلة في كونه النظام الذي على أساسه يتم تحديد مجالات تميز المؤسسة أو المنظمة في المستقبل، وكذلك تحديد مجالات أعمالها وأنشطتها وما يتلائم مع إمكاناتها وطبيعتها، أخذًا في عين الاعتبار الظروف البيئية المحيطة. كذلك يمكن أو يمكن التخطيط الاستراتيجي من تطوير وتنمية مجالات التميز والتنافس المستقبلية للمنظمة، لأنه إذا عرفت نفسك مثلا وعرفت ما تريده الأسواق، يمكنك بعد ذلك تبني مجال من المجالات التي تتميز بها وفقا لإمكانياتك أو لما تمتلكه من إمكانيات، أخذا في عين الاعتبار لنقاط القوة ونقاط الضعف لديك والفرص والتهديدات المتاحة في البيئة. كذلك يساعد التخطيط الاستراتيجي على توقع تغيرات البيئة، لأنك تقوم بوضع خطة طويلة الأجل بطبيعة الحال، وستدرس البيئة وتتبنى أو تتنبأ بما سيحدث أو تتوقع ما سيحدث في هذه البيئة، ومن ثم يشكل هذا الأمر الإطار أو هذا الإطار نظام إنذار أو نظام إشعار مسبق بالنسبة للمنظمة. إلا أنه هنا يمكن أن نلاحظ أو ننبه إلى أن هناك خلط لدى البعض بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى. فإذا كان كل تخطيط استراتيجي يخص المدى الطويل، فلا يمكن أن نلزم بأن تخطيط طويل المدى هو تخطيط استراتيجي، لأن طول المدى لا يعد معيارا كافيا للقول باستراتيجية الأمور من عدمها. مفهوم الإدارة الاستراتيجية، والتي هي عنوان هذا المقرر كما تم الإشارة إليه، فبطبيعة الحال يوجد اتجاهان لدى الباحثين، اتجاه يطلق مفهوم التخطيط الاستراتيجي على الإدارة الاستراتيجية، وفي اتجاه يفصل بينهما. ولدينا جملة من التعريف من بينها أن الإدارة الاستراتيجية تعبر عن جملة القرارات والتصرفات التي تتبنى من خلالها المنظمة استراتيجية أو استراتيجيات فعالة لتحقيق أهدافها. فنحن ضمنيا تكلمنا على قرارات وتصرفات، فصار الأمر أشمل من أنه مجرد تصور للعلاقة والتخطيط، بما يدرج التخطيط الاستراتيجي في العملية، في حين مثلا يرى البعض أنها عملية تتبنى من خلالها المنظمة علاقتها ببيئتها الخارجية وتحدد أهدافها واستراتيجياتها المتعلقة ب نمو محفظة الأعمال لكل النشاطات الممارسة. وبالتالي فضلا عن كونها عملية قبلية، فهي عملية مستمرة حالية ومستقبلية كذلك، بحيث تتضمن مراحلها صياغة الاستراتيجية وتنفيذها ورقابتها، وكذلك فهي إذن وإن اعتبرت تم تطوير أو لتطور التخطيط الاستراتيجي فإنها تتميز عنه. بالتالي يمكن أن نخلص إلى التعريف التالي للإدارة الاستراتيجية، وهي مجموعة من القرارات والنظم الإدارية التي
تحدد رؤية ورسالة منظمة في الأجل الطويل في ضوء ميزتها التنافسية، وتسعى نحو تنفيذها من خلال دراسة ومتابعة وتقييم الفرص والتهديدات البيئية وعلاقتها بالقوة والضعف التنظيمي داخلها، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. المفهوم الرابع لهذا المقرر هو الميزة التنافسية. لدينا جملة من التعاريف فقد عرفتها لجنة الرئاسة الأمريكية، حيث ترى بأن المنشأة التنافسية هي التي يمكنها أن تقدم المنتجات ذات النوعية المميزة وبتكلفة منخفضة بالمقارنة مع منافسيها المحليين والدوليين، وبما يضمن تحقيق المنشأة للربح طويل المدى وقدرتها على تعويض المستغلين بها وتوفير عائد لمالكيها، يعني فيه إرضاء لأصحاب المصلحة. وهذا بعد أو بعد طويل الأجل فيه إشارة للربح بشكل طويل الأجل، مضمون الميزة التنافسية وأبعاد الميزة التنافسية متمثلة مثلا في التكلفة وفي التنوع، بحيث تقدم منتجات مميزة للسوق. وهناك تعريف آخر قد عرفت من خلال ربطها بمؤشراتها، بحيث يرى بأن تنافسية المنظمة يمكن أن تتحقق في حال ما إذا كان باستطاعتها أن تحتفظ بمستوى مرتفع من الإنتاجية والأرباح مقابل انخفاض في التكاليف وارتفاع في الحصة السوقية، على أن يكون ذلك على حساب الأرباح. فعندما نقول نتحفظ أو تتحفظ بمستوى مرتفع، يعني في أجل طويل وأجل طويل ومستمر. وبناء على التعريف المختلفة للميزة التنافسية التي ذكرناها سابقا، فأنه من الممكن استخلاص الأبعاد التي تعتبر كمدخل أو سبقيات لتنافسية المنظمة. هذه الأخيرة كما يرى كوتلر تستطيع التميز بعدة طرق، كان تقدم الأرخص تشيبر أو الأفضل بيتر أو الأحدث نيور أو الأسرع فاستر. وهذه الأبعاد صنفها الباحثون إلى أربع أبعاد، والتي هي التكلفة والجودة والوقت والمرونة، أي مرونة الحجم ومرونة مزيج المنتجات. وأضاف إليها البعض بعدا خامسا هو الإبداع، وسوف نتناولها من خلال هذا المقرر. والشكل الذي أمامكم بطبيعة الحال يبين أن الميزة التنافسية هي الهدف الأساسي للاستراتيجية. الاستراتيجية والقرار الاستراتيجي، نحن نعرف أن القرارات تتعلق بالمفاضلة ما بين بديلين فأكثر، من أجل اختيار بديل معين يتم من خلاله حل الإشكال، سواء تمثل هذا الإشكال في وجود فرصة أو تهديد بالنسبة للمنظمة. وبطبيعة الحال القرارات الاستراتيجية تتميز بأهميتها ومحوريتها، لأنها كما نقول لكل قرار تكلفة، فإن تكلفة القرار الاستراتيجي ستكون ربما أثقل. فعندما يكون لدينا انحرافا استراتيجي، فهو ليس كانحراف في القرار التشغيلي أو العملياتي. على كل للقرار الاستراتيجي له علاقة كبيرة بالاستراتيجية، بحيث
لا يمكن الحديث عن الاستراتيجية في غياب القرار الاستراتيجي، غير أن الاستراتيجية في الحقيقة أكبر من أن تكون مجرد قرار، فهي تفكير وعمليات وقرارات وإجراءات. وعلى ذكر القرار الاستراتيجي، وحتى نميز بينه وبين بقية القرارات، يمكن أن نتبنى تصنيف أنسوف، والذي قسم القرارات إلى قرارات استراتيجية وقرارات تكتيكية وقرارات تشغيلية. القرارات الاستراتيجية هي تلك القرارات طويلة المدى التي تهدف إلى خلق ودعم الميزة التنافسية للمنظمة وتحسين تنافسيتها. إذن دائما نرى محورية الميزة التنافسية، سواء بالنسبة للقرار الاستراتيجي أو بالنسبة للاستراتيجية بشكل عام. أما القرارات التكتيكية فهي قرارات متوسطة المدى، تتعلق بتنفيذ القرارات الاستراتيجية وتتناول خصوصا الأبعاد الوظيفية في المنظمة. فمثلا عندما نتكلم عن قرارات تتعلق بإدارة الموارد البشرية أو بالتسويق أو بالتمويل أو بالجانب المالي للإدارة المالية. أما القرارات التشغيلية فهي قرارات قصيرة المدى، تتعلق بتنفيذ الأعمال الجارية للمنظمة. وربما للتوضيح أكثر نأخذ بعدين أو بعدين قرارات أعلى بعد وأخفض بعد، ونجري مقارنة بسيطة بينهما. فنقارن هنا بين القرارات التشغيلية والقرارات الاستراتيجية، وذلك سواء من خلال التأثير. ففي القرارات التشغيلية أو العملية محدودة ومصلحة واحدة، بينما في القرارات الاستراتيجية فالتأثير شامل لجميع المنظمة أو المؤسسة. بالنسبة لمدى الإعداد والتنفيذ، ففي القرارات التشغيلية قصيرة المدة، أما في القرارات الاستراتيجية فتعتبر طويلة المدة. إمكانية التراجع، مثلا أنا اليوم أخذت قرار بموضوع ما، في القرار في القرارات العملية أو التشغيلية من السهل التراجع عنه، كما أنه لا يكلف كثيرا. أما في القرارات الاستراتيجية مثلا كالقرارات المتعلقة مثلا بهيكل المنظمة، هذه القرارات عندها انعكاسات طويلة الأجل وبعيدة الأجل، فعملية التراجع هنا صعبة ومكلفة في نفس الوقت. بالنسبة للأبعاد محدودة العدد بطبيعة الحال في القرارات التشغيلية، أما في القرارات الاستراتيجية فهي متعددة ومتجدرة. بالنسبة للأهداف تكون واضحة في القرارات التشغيلية، فهي أمامك بشكل يومي وروتيني، ولكن الأهداف المتعلقة بخطة طويلة الأجل تكون غالبا غامضة، فهي بالنسبة للقرارات الاستراتيجية. في القرارات التشغيلية والعملية كثيرة ومتكررة وروتينية، بالمقارنة مع القرارات الاستراتيجية فهي شبه نادرة. نأتي إلى طبيعة القرار، يتعلق بما هو متاح من إمكانيات. هذا بالنسبة للقرارات أو القرارات العملية أو التشغيلية. أما في القرارات الاستراتيجية تتعلق بخلق إمكانيات جديدة، لأنك تتعامل هنا مع مستوى طويل الأجل. أخيرا في المهارات المطلوبة، دائما في القرارات العملية أو التشغيلية محددة ومعيارية ونمطية، بينما هذه المهارات المطلوبة في القرارات الاستراتيجية متباينة وخلاقة وذات سقف مرتفع. نأتي هنا إلى موضوع مستويات الإدارة الاستراتيجية. فإذا رجعنا
إلى كتب الإدارة الاستراتيجية سنجد عدد من التقسيمات، ولكن أكثر تقسيما أو أكثر تقسيمات شيوعا هناك ثلاث مستويات للإدارة الاستراتيجية، هي أولا على مستويات أو مستوى المنظمة، ثانيا مستوى وحدة الأعمال الاستراتيجية، والمستوى الثالث هو المستوى الوظيفي. عندما نتكلم عن الاستراتيجية ككل، فالاستراتيجية هنا بالنسبة للمنظمة تختص بكل أنشطة المنظمة، بدءا من صياغة رسالتها وتحديد أهدافها الاستراتيجية إلى الوصول لرصد الموارد وتجنيد كافة القدرات والإمكانيات، بحيث أنها بالمختصر المفيد تتعلق بالمنظمة ككيان كلي متكامل يأخذ في عين الاعتبار جوانبه الوظيفية، جوانب وحدة الأعمال المنظمة ككل، بحيث يتم فيها التنسيق مع مختلف الوحدات الاستراتيجية والتأكيد من دورها في الأداء الكلي للمنظمة، بما في ذلك التقييم واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وهذه الخطوات تنسحب على كل المستويات. في استراتيجية المنظمة عدد من الأشكال: استراتيجية النمو، استراتيجية التقلص أو الانكماش، واستراتيجية الاستقرار. فاستراتيجية النمو نعني بها التوجه نحو الكبر والتوسع مقارنة بالوضع الحالي، حيث توضع أهدافها أو النتائج المطلوبة تحقيقها حول زيادة عدد العاملين بالمنظمة، مثلا إنشاء أقسام أو وحدات تنظيمية جديدة، تطوير طرق وأساليب العمل، استخدام التكنولوجيا لتطوير أنشطة المنظمة، وغرس قيم وأخلاق عمل جديدة بين الموظفين، وغير ذلك من التوسع أو التوجه نحو الكبر والتوسع. ومن الاستراتيجيات الفرعية للنمو استراتيجيتان: استراتيجية التركيز واستراتيجية التنويع. استراتيجية التركيز نعني بها التخصص في تقديم خدمة أو مجموعة محددة من الخدمات، أو خدمة منطقة أو عدة مناطق جغرافية معينة، أو التركيز على شريحة معينة من المستفيدين بخدمة المنظمة. أما استراتيجية التنوع كما قلنا المتفرعة من استراتيجية النمو، ونعني بها إضافة منتجات جديدة أو تقديم أشكال جديدة من المنتجات الحالية. أما الشكل الثاني من أشكال استراتيجية المنظمة، ألا وهو استراتيجية التقليص أو الانكماش، ونعني بها تخفيض حجم العمليات أو الخدمات المقدمة عن معدلاتها. وقد تستخدم هذه الاستراتيجيات في الحالات التالية: تدهور الظروف الاقتصادية مثلا، بما يشير إلى تناقص الاعتمادات المالية، ضعف الإدارة وارتباك العمليات التنظيمية، صدور تشريعات أو قرارات مقيدة لنشاط المنظمة أو مجالات عملها، ظهور كيانات أخرى أهلية أو رسمية تعمل في نفس المجال وتشكل عامل منافسة أو تحدي. وتأخذ استراتيجية الانكماش أحد الأشكال التالية: استراتيجية تخفيض حجم العمليات، أو استراتيجية الاستسلام لشركة أخرى، أو استراتيجية التحول لنشاط آخر، أو استراتيجية التصفية وبيع الأصول. والنوع هو الشكل الثالث من أشكال استراتيجية المنظمة، هو استراتيجية الاستقرار أو الإبقاء على الوضع الحالي أو الثبات، حيث بناء على هذه الاستراتيجية ستستمر الشركة أو المنظمة من خلالها في خدمة عملائها بنفس الأسلوب الذي كان متبعا في الماضي،
يعني الحفاظ على الحجم الحالي للمنظمة. هذه أشكال استراتيجية المنظمة. نأتي هنا إلى المستوى الثاني وهو استراتيجية وحدات الأعمال. طبعا هذا المستوى نتحدث فيه على وحدات الأعمال الاستراتيجية، وعندما نقول وحدات الأعمال الاستراتيجية نقول ابتداء أن هذه الوحدات قد نجدها على مستوى سوق معين أو قطاع معين، حتى على مستوى خط إنتاج محدد. المهم أن يكون لهذه الوحدة نوع من الاستقلالية في الموارد وفي المهارات وفي التكنولوجيا ما يؤهلها أن تكون وحدة استراتيجية قائمة بذاتها. فلهذا نقول أن مجال كل نشاط استراتيجي ممكن أن يكون منظمة قائمة بحد ذاتها بمواردها بمهاراتها بتكنولوجيتها. فهذا المستوى عندما يكون عندنا وحدات استراتيجية بالنسبة لمنظمة تكون فيها استراتيجية مسؤولة بشكل مباشر عن تخطيط وأداء كافة الأنشطة الخاصة بالخطة الاستراتيجية للوحدة الاستراتيجية، بحيث يتم توجيه وإدارة وحدة الأعمال معينة لتحقيق الأهداف، وهذه الأهداف تكون محددة ضمن الاستراتيجية الكلية للمنظمة باعتبارها الإطار الموجه، سواء بالنسبة لاستراتيجية استراتيجية وحدة الأعمال أو بالنسبة للاستراتيجية الوظيفية. استراتيجية وحدات الأعمال ثلاث أشكال رئيسية، وهي استراتيجية التنويع واستراتيجية القيادة في التكلفة وأخيرا استراتيجية التركيز. فاستراتيجية التنويع أو التمايز تسعى المنظمة من خلالها إلى تمييز سلعها في عن المنافسين من خلال ميزة نسبية أو خدمات استثنائية أو تقنيات حديثة أو حملات إعلانية. أما استراتيجية قيادة التكلفة فهي عرض المنتجات بأسعار منخفضة من خلال زيادة كفاءتها عن طريق استخدام أنظمة ضبط محكمة وحجم إنتاج كبير. أما النوع الثالث من أشكال استراتيجية وحدات الأعمال أو أنواع وحدات الأعمال اللي هي استراتيجية التركيز، وهي التركيز على سوق معين أو على مجموعة منفردة من العملاء لا يهتم به المنافسون الآخرون. نأتي هنا إلى المستوى الثالث والأخير من مستويات الإدارة الاستراتيجية، ألا وهو الاستراتيجية الوظيفية. فنحن نعرف أن وحدات الأعمال أو المنظمة كوحدة ليست سوى مجموعة من الأنشطة الفرعية والوظائف المتكاملة فيما بينها. مثلا نتحدث عن وظيفة التموين، نتحدث عن وظيفة الإنتاج، نتحدث عن وظيفة التمويل، نتحدث عن وظيفة مثلا التسويق وهكذا. فإننا نجد بالنسبة لهذه الاستراتيجية اللي هي استراتيجية التسويق أو استراتيجية المالية أو الاستراتيجية التمويل، وهذه الاستراتيجيات جميعها تسير ضمن الخطة الاستراتيجية الكلية للمنظمة وتنفتق من هذه الاستراتيجية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع الاستراتيجية الكلية للمنظمة. نصل هنا إلى عمليات الإدارة الاستراتيجية، يمكن أن نلخصها بأخذ في عين الاعتبار رسالة المنظمة وأهدافها
نلخصها إلى العناصر الأربعة التالية، إلا أن بعض الكتاب أو العلماء يطرحها أو يتناولها في ثلاث عناصر، أو يجمع العنصر الأول والعنصر الثاني في خطوة واحدة كالتنفيذ في خطوة والرقابة في خطوة أخرى، إلا أنه في هذا المقرر سنتبنى هذا التقسيم والذي يناسب مع محاور المقرر الذي أشرنا إليه سابقا. فهناك أربع عمليات للإدارة الاستراتيجية، ألا وهي التحليل الاستراتيجي، العملية الثانية الاختيار الاستراتيجي، والعملية الثالثة التنفيذ الاستراتيجي، وأخيرا العملية الرابعة الرقابة الاستراتيجية. بالنسبة إلى هذه الجوانب الأربعة، في الحقيقة نحاول أن نشير إلى مختلف النقاط المتعلقة بها بشكل سريع، لأن في الحقيقة لا شيء إلا أننا نتحدث عنها بالتفصيل في المحاضرات اللاحقة بإذن الله. وهدفنا هنا أن الطالب يكون لديه تصور عام، يكون عنده تصور شمولي لهذه الخطوات، ومن ثم ندخل في التفاصيل في حينها. فالخطوة الأولى نتحدث عن التحليل الاستراتيجي، كما قلت، أخذا بعين الاعتبار لرسالة المنظمة والأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وهذا سيكون موضوعنا في المحاضرة القادمة بعون الله. بالنسبة للتحليل الاستراتيجي نتحدث هنا عن تحليل البيئة، وطبعا بيئة المنظمة والبيئة الخارجية للمنظمة بشقيها، البيئة الكلية والبيئة الخاصة، بيئة تنافسية، ومن ثم تحليل المنشأة. وسنتحدث عن نقاط القوة والضعف داخل المنظمة، وسنتناول أيضا تحليل أصحاب المنشأة أو أصحاب المنظمة، أو كما يطلق عليه البعض أصحاب المصلحة. العملية الثانية من عمليات الإدارة الاستراتيجية، ألا وهو الاختيار الاستراتيجي. وفي الاختيار الاستراتيجي مطلوب منا ابتداء أن نتعرف على البدائل المتاحة، ثم بعد ذلك نفاضل ما بين هذه البدائل والبدائل المتاحة، وتقوم عملية التقويم بين هذه البدائل، لنختار بعد ذلك البديل الاستراتيجي الأنسب بالنسبة للمنظمة. والعملية الثالثة للإدارة الاستراتيجية، وهي تتعلق بمرحلة التنفيذ الاستراتيجي، أو بما يعرف بمرحلة التخطيط للتنفيذ الجيد للاستراتيجية. هذه العملية جاءت بعد العملية الأولى والثانية، وهي التحليل البيئي واختيار البدائل، تأتي عملية التنفيذ الاستراتيجي. وهذه المرحلة إذن تعتبر من أهم وأدق المراحل التي تمر بها الإدارة الاستراتيجية للمنظمة، وبطبيعة الحال سوف نقوم بأخذها بالتفصيل في محاضرات لاحقة في هذا المقرر، إلا أن سوف نلقي نظرة عامة حول هذه العملية، فسوف نتناولها من ثلاث محاور أو ثلاث موضوعات، وهي الهيكلة أو إعادة الهيكلة، والمقصود بها إعادة تصميم المنشأة وعمل التعديلات الضرورية في هيكلها التنظيمي، أو يقصد بها تحديد المهام المطلوبة لتحقيق الاستراتيجية وتصميم
هيكل منشأة التنظيمي بشكل يدعم الاستراتيجية. وبصدد طرح استراتيجية جديدة فلا بد أن يتكيف الهيكل التنظيمي الجديد وأن يعاد صياغة هذا الهيكل التنظيمي الجديد بما يتناسب مع هذه الاستراتيجية وما يدعم هذه الاستراتيجية بحيث يسهم كل ذلك في تحقيق التنافسية المستهدفة والمحافظة عليها واستدامتها. والموضوع الثاني أو المحور الثاني هو تخصيص الموارد، وذلك بتحديد الموارد المطلوبة وطريقة توزيعها وإعادة تأهيلها. فعندما نقول تخصيص أو توزيع الموارد فالأمر يتعلق بتخطيط هذه الموارد وتخصيصها كما قلنا وتوزيعها سواء على المجموعة أو على الوحدات التي تتشكل منها المنظمة. فهي عبارة الموارد مرت علينا وعرفناها بأن الموارد تتمثل في الموارد المادية والموارد البشرية، ورأينا التقسيمات المختلفة للموارد عبر المحاضرة التي تعلقت بالتحليل الداخلي خاصة مع التقسيمات المختلفة لرأس المال البشري ورأس المال التنظيمي ورأس المال المادي وغيرها من التقسيمات المختلفة، فبذلك تعتبر أساس تنفيذ الاستراتيجية. ويأتي الموضوع الثالث المتعلق بالتنفيذ الاستراتيجي وهو إدارة التغيير. فالاستراتيجية تتعلق بقرارات استراتيجية، فعندما نقول قرارات استراتيجية معنى ذلك أنها قرارات هامة تؤدي إلى تغييرات هيكلية جذرية في بعض أو كل وحدات أو أقسام المنظمة وموظفيها، مما يتطلب معه العمل على إدارة تلك التغيرات وكيف يمكن أن تتقبل تلك التغيرات وكيف هي الانعكاسات على المنظمة. فهنا نتحدث على إدارة التغيير. وعندما نتكلم عن الرقابة الاستراتيجية في الحقيقة هي تتضمن بتحديد نظم رقابية مناسبة، وهذه النظم الرقابية تكون سواء على مستوى المنظمة ككل أو على مستوى الوحدات أو على مستوى الأقسام أو على مستوى الأفراد، فهي لا تختص بجانب واحد من الجوانب، وممكن أو مما يمكن الإدارة من تقدير المستوى العام ودرجة تحقيق الأساس الاستراتيجي. فيهتم هذا العنصر بتصميم نظم الرقابية التي يمكن استخدامها لمراجعة الأداء والتأكد من صحة القرارات الاستراتيجية والمعلومات اللي بنيت عليها على تلك القرارات بارتكاز على أمرين. الأمر الأول هو نظم الرقابة، وحتى تكون هذه النظم الرقابية فعالة لابد أن تتسم بجملة من الخصائص الأساسية، والتي من أهم هذه الخصائص أن تكون النظم مرنة بحيث توفر معلومات والتي تحتاجها الإدارة للرد على الأحداث الغير متوقعة حسب الحاجة وتعديل الانحرافات سريعا إن وجدت. ولابد أن هذه السرعة تكتسيها وتكتسبها من المرونة التي تمتاز بها هذه النظم التي اتسم وصفها والتي اتسم الحديث عن بعض منها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وكذلك سوف أن نتطرق إلى العنصر الثاني من خلال المحاضرات القادمة أيضا، وهو المتمثل في المؤشرات والمرجعيات. هذه بالنسبة للرقابة الاستراتيجية أو ما يخص عملية الرقابة الاستراتيجية. إذن هذا الإطار للإدارة الاستراتيجية أو عمليات الإدارة الاستراتيجية يمكن أن نلخصها من خلال هذا الشكل الذي أمامكم والذي يبين لنا العناصر الأربعة، وهي التحليل الاستراتيجي والاختيار الاستراتيجي
والمرحلة الثالثة التنفيذ الاستراتيجي، والمرحلة الأخيرة الرقابة الاستراتيجية، كما يبين لنا هذا الشكل الخطوات المرتبطة بكل عنصر أو بكل عملية من عمليات الإدارة الاستراتيجية كما هو موضح أمامكم. وبهذا القدر نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة، آملين أن نلقاكم بإذن الله تعالى في محاضرة قادمة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.